الجدل يثار دائما، الشائعات كتير على أي شيء. خد بالك، أسهل حاجة في الدنيا إنك تضرب بقين ويطلعوا شائعة وهوب يلا يا سوشيال ميديا، وسوشيال ميديا عموما تحب الإشاعات. النفس البشرية بشكل عام تنشر الشائعة أكتر ما تنشر الحقيقة. أنت عارف الحكاية دي؟ أه والله بكلمك بجد. الشائعة دايما شيء جذاب، شيء مثير، شيء يشدك ليه، بتبقى أنت كده قاعد إيه وكأنك منوم مغناطيسيا. المسيء دايما في الموضوع وغير الجيد دايما في الموضوع والسلبي جدا في الموضوع إنه إحنا ما بنتحراش أي دقة وما بنحاولش نعرف أصل الموضوع إيه. طلعت إشاعة، وإشاعة مخيفة بالمناسبة، هي إنه وزارة الزراعة يا جماعة بيقطعوا الشجر اللي في جنينة الأسماك. تعرف في عندنا مناطق كده في مصر معروفة بالأشجار النادرة بتاعتها، يعني تلاقي مثلا جنينة الأسماك، تلاقي جنينة الحيوانات في الجيزة، تلاقي جنينة الأورمان، تلاقي أنطونيادس في اسكندرية. في عندنا كده إيه مجموعة من المنتزهات والحدائق اللي فيها مجموعة من أندر النباتات اللي موجودة في مصر، بل من النباتات النادرة على مستوى العالم، زي حدقة النباتات مثلا أو جزيرة النباتات مثلا عندنا في أسوان. السؤال، وهل قامت، خد بالك اسم كده اسمها وزارة الزراعة، هي وزارة الزراعة اسمها وزارة الزراعة مش وزارة قطع الأشجار، مش وزارة القضاء على الغطاء النباتي، مش وزارة القضاء على النباتات النادرة. يا جدعان هي اسمها وزارة الزراعة، والله العظيم اسمها وزارة الزراعة. تزرع ما تخلعش. دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك ومساء الخير. يرضي مين أنه الناس تتناقل شائعة بمثل هذا الشكل؟ وطبعا بشكر حضرتك، فعلا هي شائعة ويعني يعني دايما دايما بتتردد شائعات حوالين حدائق التراثيه. صحيح. لكن انا باكد لحضرتك انه يعني وزاره الزراعه ويمكن معالي الوزير شخصيا اهتمامه جميل جدا 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 بحدائق التراثيه، ويمكن اكبر دليل ما شاهدناه طبعا اكبر مشروع تطوير تقدم لحديقه الحيوان. صحيح. ومنذ انشائها فاحنا برضه حريصين على حديقة الأسماك وعلى الأشجار والغطاء الشجري المميز سواء لأي حديقة تراثية سواء الأسماك أو غيرها يعني. فإحنا ما حصلش أي طبعا خلل أشجار تراثية ولا أي شيء. يعني لكن إحنا في موسم داخل على موسم تغيير فصول. يبقى فيه يعني خطورة من بعض الأشجار، فروع الأشجار وليس الأشجار، فروع الأشجار. أوكي. فده موسم اسم يعني بيبقى تهذيب للأشجار وصيانة ليها. يعني غير لما يجي عاصفة هواء تروح خالعة الشجرة نفسها لما بتكبر، لكن احنا لما بنعمل تهذيب للأقصى دي بيبقى في صيانة الأشجار بتبتدي انها تورق مرة تانية. ومدير الحديقة على فكرة مهندس زراعي ويعي تماما كيفية صيانة الأشجار وتهذيبها عشان ما يبقاش في خطورة على الزائرين ولا تلم حشرات ولا يبقى في خطورة على العربيات اللي راكنة خارج الحديقة. يعني فكل ببساطة ده عملية صيانة وتهذيب للأشجار. ده صيانة وتقليم وتهذيب للأشجار ليس إلا. بالضبط لأنه أي حد في الدنيا. طب ده مطلوب جدا. أنا عارف جداً. إنه كان من كام سنة وقع، بس ما كانش من حديقة الأسماك، قدام شوية كده عند السفارة الألماني، فرع شجرة كبير تخين كده سميك وقع على عربيتين ظبطهم. بالضبط. للأسف. فبيبقى مهم ده. طيب ده برضو هيخليني هنا أذهب إلى إنه يعني إحنا عندنا لو صح التعبير يعني زي إدارة أو فرع متعلق بالتهذيب والتقليم والصيانة والحفاظ على صحة الأشجار اللي موجودة. طبعا أنا بقول لحضرتك يعني هي العملية كلها عملية يعني صيانة عشان خوفا على الزائرين، خوفا على العربيات اللي راكنة خارج الحديقة، أيضا الأشجار اللي هي العريقة دي إحنا كلها بنحافظ عليها تماما. واتحدى حد يقول لي في شجره اتخلعت او ان احنا اجلنا شجره، ده لا يمكن، ده كله عمليه صيانه فقط. طيب انا اسمع او اقرا احيانا انه التقليم وصيانه الاشجار دي فن وعلم،
ما هياش طبعا. مجرد نجيب منشار ونقطع ولا مقص ونقول اصل احنا بننسق الشجره وخلاص. صحيح. ده علم صحيح. وفن ايضا. احنا صحيح. بنقوم ده في اطار، بنقوم بده في اطار علمي يا دكتور، صح؟ اكيد. والله حضرتك مدير الحديقه نفسه مهندس زراعي، والقائمين على هذا الامر كلهم زراعيين ويعلموا تماما يعني اهميه الاشجار، وفي نفس الوقت كيفيه صيانتها وتهذيبها. ويعني لو احنا ما عملناش هذا العمل وحصل لا قدر الله خطوره، هيقال ليه ما هزتوش الاشجار دي وليه ما صنتهاش. فاحنا بقول لحضرتك احنا داخلين على موسم تغيير الفصول، وده بيبقى فيه عواصف وفيه مشاكل كتير، فده كله عمليه صيانه فقط لا غير. والناس ممكن تقدر تعمل سيادتك زياره لاي مكان وتشوف لنا اي شجره اتخلعت. ده ما حصلش يعني نروح جنينه الاسماك. في متابعه لوزاره الزراعه حضرتك زي ما اكدت، دي وزاره الزراعه وليس طبعا تخصص اخر، ده وزاره الزراعه اللي هي بتقوم بالحفاظ على الغطاء الشجري المميز في الحضاره التراثيه. يعني نروح على جنينه الاسماك ونشوف ونصور وننبسط طبعا. وكله طبعا. احنا طبعا. بشكل عام مش بس البرنامج، اي حد بالظبط يا فندم. احنا خلاص يعني اي دعوه لاي حد يقول لنا فين الشجره اللي اتخلعت او اي، يعني لا يمكن، لا يمكن، كله صيانه للاشجار فقط. خلاص اشكرك جدا 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 يا صحيح. دكتور، كل الشكر ليك، تحياتنا ليك دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان بوزاره الزراعه. اذا الدعوه مفتوحه، خدوا بعضكم روحوا على جنينه الاسماك اتفرجوا واطمنوا، دي بتاعتنا بالمناسبه، اي حاجه في البلد دي بتاعتنا، فمن حقنا ان احنا نروح نشوفها، من حقنا نطمن عليها، وفي نفس الوقت من حقنا نحافظ عليها، مش بس نحافظ عليها بشكل عام لكن نحافظ عليها حتى من الشائعات. نحن نحافظ على أنفسنا من الشائعات والله، وعلى استقرارنا النفسي والله، والهدوء